وما زلنا في أجواء المونديال والمبدعين الذين برزوا فيه، وفي عمل فني وإبداع أقل ما يقال عنه أنه رائع. استطاع الفنان التشكيلي الرسام المتألق اليمني يعقوب هبشان صناعة مجسم كأس العالم، وذلك قبل شهرين من انطلاقة مونديال قطر 2022. وقال يعقوب هبشان عبر مقطع نشره على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: نفخر ونعتز نحن كعرب باستضافة دولة قطر الحبيبة النسخة الأولى لكأس العالم في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولذلك أهنئ أهلنا في قطر خاصة والعرب عامة على الحلم الذي أصبح حقيقة لنرى عرسا كرويا عالميا بامتياز. وطلب هبشان الجهات المختصة بأن تقوم بدعمه ومساندته لحضور المعرض الإبداعي الذي سيقام في دولة قطر. قام يعقوب بنشر مقطع له وهو ينحت مجسم كأس العالم من الخشب عبر قناته في يوتيوب. نتابع هذا المقطع. بعدما تم نحت كأس وشعار كأس العالم من جذع الشجرة اليوم، وبعد أسبوعين من العمل أنحت مجسم لكرة القدم المونديال كأس العالم. كما نشر يعقوب هذا المقطع استجابت له وزارة الشباب والرياضة وتم دعمه، وسافر وحقق حلمه بالالتحاق بالمبدعين في معرض قطر. وصل يعقوب إلى قطر وشارك في الكثير من المعارض وتم استضافته في كثير من القنوات وأبدع في نشر أعماله وموهبته الفريدة. نتابع هذا المقطع وهو يرسم ميسي بالرمل. نشطوا مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا عن موهبة يعقوب هذا منشور لمحمد أبو صالح يقول: سيظل الحضارم على مر التاريخ منبع الفن والإبداع والتميز، وهذه المرة أتت من الفنان التشكيلي الرسام المتألق يعقوب هبشان ابن مدينة تريم بمحافظة حضرموت، كما عودنا دائما بلمساته الفنية الساحرة في عمل المجسمات والمنحوتات المتميزة والفريدة من نوعها التي يعجز اللسان عن وصفها. رحيق الزويدي قالت: إبداع بحد ذاته، حضرموت الفن والأصالة والحضارة، مهما وجد الفنون لن يكون حلاوته مثل حلاوة حضرموت، بالتوفيق لك والمزيد من الأعمال الجميلة. منشور آخر لمحمد سليم: ما شاء الله، هذا يستغل موهبته في صناعة تماثيل العظماء في الشوارع مثل الدول الأجنبية. وليد عمر: الرسام التشكيلي يعقوب له باع كبير في هذا المجال، لكن ينقصه الاهتمام من قبل الجهات الحكومية. نامل أن تهتم المؤسسات الثقافية على الصعيد الداخلي والخارجي بمثل هكذا هامات لها من الإبداع الشيء الكثير. مشاهدينا من الدوحة، ينضم معنا الفنان التشكيلي يعقوب هبشان عبر سكايب. أهلا وسهلا بك يعقوب. يعقوب، كيف كانت رحلتك إلى قطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا كانت رحلة إلى قطر من أحسن ما يكون. كيف كانت المشاركة في الأعمال الإبداعية؟ والله ما شاء الله كانت المشاركة جميلة من أحسن ما يكون، في المعارض وفي القنوات وفي المونديال وفي الأسواق وفي المعارض وفي الخيم اليمنية. أكيد يعني الحاضرين كانوا من كل الجنسيات والأعراق، كيف استفدت من تجربة أنك تعرض فنك أمام كل هؤلاء الناس من كل هذه الجنسيات والأعراق؟ والله كانت يعني
الأعمال والعرض أمام الناس العرب والأجانب، كانت يعني مبهر بهذه الأعمال النادرة التي قمت بها، مثل كأس العالم، نحت كأس العالم ونحت شعار كأس العالم وكرة كأس العالم. كانت الناس يعني تستور من هذا العمل، قالوا هذا العمل يعني لأول مرة نرى هذا العمل يعني من جذع الشجرة. هذا عمل نادرا. نعم، يعني فكرة انه من جذع الشجرة فقط كانت مفاجئة للناس. بالضبط. نعم، شاهدنا كمان مقطع لك وانت ترسم بالرمل، يعني مقطع مفاجئ. احنا نعرف انك نحات تنحت، لكن فكرة الرسم بالرمل هذه كيف طلعت معك؟ طبعا يعقوب كان يمتلك اكثر من 20 موهبة في ميال الرسم، في ميال الرسم بانواعه واشكاله، من ضمنها النحت على الخشب والرسم بالرمل والرسم بالالوان الزيتية والالوان المائية وكثير من الفنون الاخرى. كيف كانت بدايتك؟ يعني مدام انت عندك كل هذه المواهب ما شاء الله، يعني كيف كانت رحلتك من البداية في عالم الفن؟ طبعا هي منذ الصغر امتلك موهبة الرسم على الكراس بالقلم الرصاص، حتى طورنا هذه العملية الى وصلنا الى هذا اليوم. اليوم في طبعا اليوم في هذا اليوم يعني في تحدي امام العالم بهذه الفنون المختلفه. كيف بدات في القلم الرصاص وبعدين درست، ولا كيف بعدين طورت هذه المواهب المختلفه؟ طبعا كل هذه الاعمال من دون اي دراسه، هذه هي يعني هوايه عندي امتلكها من الله سبحانه وتعالى، امتلك هذه المواهب المتنوعه والمختلفه التي الان انشرها على الواقع. في يعني انت تنحت وترسم بالرمل وترسم رسومات مختلفه ما شاء الله، هل عندك رساله تحب توصلها من خلال هذه الفنون؟ طبعا هي مشواري الى 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 دوله قطر هو يعني رساله الى الجمال ومن حضرموت خاصه الى العالم كله. ما هي هذا يعني رسالة من اليمن؟ يعني رغم الظروف هذه اللي نعيشها في اليمن من حروب ومن معاناة، يعني الآن وصل هذه الرسالة إلى العالم أن الآن شعب سلام وشعب محب للسلام وللتكاتف والتعاطف بين الشعوب أجمل. من بين كل هذه الأعمال اللي تعملها، إيش أقرب عمل لقلبك؟ طبعا في الاواني هذه الاخيره يعني حبيت النحت على الخشب اكثر، يعني لما نحت كاس العالم كان في اقبالي كثير من الناس يعني حبوني اكثر من هذه الاعمال. نعم، هل هنالك كلمه شكر تحب ان تقدمها لجهه او لاشخاص معينين؟ طبعا شكر يعود للاهل وكل من ساهم في نجاحي وابرازي الى دوله قطر، هذا كله يعود لهم في الاخير، يعني توصل هذه الرساله للجميع. شكرا لك يعقوب، وبالتوفيق دائما ان شاء الله، نستضيفك في اوقات قادمه. شكرا لك. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود.